السلام عليكم طيبين، انا خليفة الهارون معروفك بسلكيهم مع رقمي تي في، وفي يدي الاوبو رينو 3 برو. عندهم الاوبو رينو 3 والاوبو رينو 3 برو، خلينا نشوف شنو داخل العلبة. قبل ما نبتدي خلوني اقول لكم عن سعر الجهاز. لو تختارون الاوبو رينو 3 1400 ريال او درهم او 380 دولار، اذا تختارون ال3 برو اللي في يدي 1900 ريال او درهم او تقريبا 520 دولار. انزين، فخلنا نشوف شنو داخل العلبه. اولا لازم نشيل اللي يسمونه السليف، نشوف انه عندنا لوجو اوبو منيه، بحط الغطاء على جنب. نشوف ان احنا عندنا على ما اعتقد الدليل السريع، اي نعم، وعندنا الابرة، وطبعا عندنا كفر او كيس لين وحلو انه يعطونا الحماية للتلفون. التلفون مني، وحط التلفون على جنب. ايضا نشوف ان عندنا الشاحن، وطبعا مع لون رقمي تي في، لون اوبو بعد. كاتبين باور سبلاي يونت مني، هاي الكيبل الواير يو اس بي سي الى يو اس بي اي، وعندنا سماعات مع شنو؟ 3.5 ملليمتر، فمعناته عندنا منفذ السماعات الخارجيه. انزين، خلينا نشيك التليفون شوي اقرب. بس شيكوا لون التلفون، تشوفون شلون من اللون الفضي او الازرق الفاتح الى الازرق الغامج، وترى مع انعكاس الضوء شوفوا شلون الالوان تغير، جميله صراحه. انزين، وايد حلو انه يعطونا حمايه على التلفون، ولكن بشيل الحمايه علشان اشيك وضوحة الشاشه. انزين، فشفنا شنو داخل العلبه، والحين بنشيك التلفون شوي أقرب، بتكلم عن التصميم وبتكلم عن المواصفات، وبعدين براويكم بعض الصور بعض الأمثلة، وبقارن الجهاز مع الرينو 2. إنزين، فمن أمام التلفون نشوف من أعلى الشاشة عندنا سماعة صغيرة. ترى التلفون وبستيريو، معناته السماعة بس للمكالمات فقط. تشوفون عندنا شاشة كبيرة 6.4 إنش، الرزولوشن 1080x2400، تكنولوجيا سوبر أموليد، وسرعة تحديث الشاشة 60 هرتز. وأيضا من الأعلى وعلى اليسار عندنا كاميرتين، وذكرنا طبعا في تصميم السامسونج جالكسي S10 بلس. الكاميرا الأولى 44 ميجا بيكسل، اي نعم 44 ميجا بيكسل، والكاميرا الثانية 2 ميجا بيكسل. فتحة العدسة للكاميرا الرئيسية طبعا للتصوير 44 ميجا بيكسل 2.64، والكاميرا الثانية طبعا هاي علشان نقدر نخفي الخلفية، هاي للبوكي افكت. وأيضا عن طريق الكاميرا نقدر نفتح التلفون مع الفيس انلوك، طبعا هاي مو بفيس اي دي، معناته مو مع الليزر والنقط، بس طبعا هاي فيس انلوك. ومن الاسفل تقدرون تشوفون ان عندنا حنج بسيط، ومن اسفل الشاشه يعني ورا الشاشه عندنا سكيورتي البصمه، فنقدر نفتح التلفون على البصمه. ما عندنا انحناء على اليسار او اليمين، وهاي افضل، انا افضل الشاشه العاديه. وايضا ما عندنا انحناء في زوايا الزجاج، ويمكن عندنا انحناء بسيط جدا، بس لان احنا نقدر نلمس البلاستيك اللي حوالين الشاشة، فطبعا ما بتحسون في الانحناء. على اليمين عندنا زر الطاقة، زر واحد فقط. على اليسار تشوفون عندنا المكان عشان نركب شريحة او شريحتين نانو سيم، وعندنا الازرار عشان نرفع ونقصر في الصوت. ومن اعلى التلفون ما عندنا اي شيء الا ليزر صغير عشان نقدر نتحكم في التلفزيون اذا احنا بغينا. ومن اسفل التلفون عندنا منفذ السماعات الخارجية، عندنا الميكروفون، عندنا يو اس بي سي، وعندنا السماعة. وطبعا حوالين التلفون مصنوع من الحديد، وعندنا الانحناء والمسك في اليد وايد حلو صراحة، مريح. من خلف التلفون مصنوع من الزجاج، وايضا عندنا اربع كاميرات وفلاش. خلينا نتكلم عن الكاميرات، بس قبل ما اتكلم عن الكاميرات بتلاحظون ان عندنا فرق كبير من ناحيه التصميم، فقولوا لي في اسفل الفيديو تفضلون تصميم الرينو 2 ولا الرينو 3 و3 برو. زين، فمن اهم الميزات الكاميرات
أعلى الكاميرات عندنا الزوم، زوم مرتين 13 ميجا بيكسل وفتحة العدسة 2.4، بس أيضا عندنا الهايبرد زوم، والهايبرد زوم يوصل إلى 5 مرات. والكاميرا الثانية الكاميرا الرئيسية 64 ميجا بيكسل وفتحة العدسة 1.8، ولأن احنا عندنا 64 ميجا بيكسل المفروض الصور تكون واضحة جدا، فرأيكم بعض الأمثلة بعد شوي. والكاميرا الثالثة 2 ميجا بيكسل يسمونه مونو لينز، فمعناته أنه يساعد الكاميرات الأخرى خاصة لما تبون تركزون على الصورة الرئيسية وتشوفون في الخلفية التصوير الضبابي. والكاميرا الرابعة 8 ميجا بيكسل، وهاي للتصوير مع العدسة الواسعة جدا تقريبا 120 ديجري. ونفس ما قلت لكم عندنا فلاشين، ومن ناحية تصوير الفيديو تقدرون تصورون 4K 30 فريم في الثانية أو Full HD 60 فريم في الثانية. وصح أنا قلت لكم أن عندنا 64 ميجا بيكسل، بس في دعايات أوبو يقولون أن نقدر نصور صورة 108 ميجا بيكسل. شلون؟ أولاً نفتح الكاميرا وبعدين نختار برو مود. أعلى السيتينجز عندنا XHD Extra HD لازم نختاره. فطبعاً الكاميرا 64 ميجا بيكسل، بس عن طريق الذكاء الاصطناعي واللي يسمونه سب بيكسل يقدر يحسن في جودة الصورة. براويكم صورة 64 ميجا بيكسل وصورة 108 ميجا بيكسل، وقولوا لي هل أنتم تقدرون تشوفون الفرق؟ طبعا الحين احنا بنشيك الفرق بين اللينزات العدسة الواسعة جدا، وهي ايضا للماكرو عشان نقدر نقرب على الورود كمثال او اي شيء اللي تبونه، وايضا بنشيك الكاميرا العادية وكاميرا الزوم. نفس ما قلت لكم مرتين زوم، ولكن عندنا 5 مرات هايبرد زوم او 20 مرة ديجيتال زوم. والحين براويكم بعض الامثلة لما احنا نصور فيديو، بصور فول اتش دي 30 فريم في الثانية، عندهم اللي يسمونه الالترا ستدي وعندهم الالترا ستدي برو، هاي تكنولوجيا تثبيت الصور، فبنشوف الفرق بين الاثنين. قاعد أصور Full HD 30 فريم في الثانية بدون Ultra Steady، فتقدرون تشوفون جودة الكاميرا، تسمعون صوتي، يقولوا لي ايش رايكم. والحين بحول إلى 60 فريم في الثانية. زين الحين أنا قاعد أصور مع Ultra Steady وتقدرون تشوفون الفرق، قاعد أتمشى بطريقة طبيعية، ايش رايكم؟ الفيديو ثابت ها؟ ونرجع إلى الكاميرا الأمامية، نفس ما قلت لكم 44 ميجا بيكسل، فمعناته المفروض أن الصور تكون أحلى، فخلنا نشوف جودة الصور. والمفروض أيضا أنهم تحسنوا في التصوير الليلي مع الكاميرا الأمامية، فهل فعلا نقدر نصور في الظلام؟ خلنا نجرب. زين الحين بنتكلم عن قوة التلفون واللي داخل الجهاز. من ناحية المعالج عندنا الميديا تك هيليو P95، نعم مو بالسناب دراجون مثل الرينو الأصلي. وللناس اللي ما يعرفون عن الميديا تك هيليو P95 12 نانومتر معالج ثماني، عندنا معالج مزدوج 2.2 جيجا هرت، وعندنا معالج سداسي 2.0 جيجا هرت. الذاكرة أو الميموري 128 جيجا بايت أو 256 جيجا بايت، والرام 8 جيجا بايت. أيضا تقدرون تركبون مايكرو اس دي إذا تحتاجون مساحة إضافية. ومن ناحية حجم البطارية 4025 ملي أمبير، وهي ممتاز مقارنة مع حجم الجهاز. والشاحن فوك فلاش شارج 4، معناته يوصل 30 واط سريع. والنظام اللي في التليفون اندرويد 10، وعندنا كولر او اس، وطبعا هاي النظام اللي فوق اندرويد، فتقدرون تسوون سوايب الى الاعلى مثل اجهزه اخرى مثل الايفون والحين هواوي وسامسونج، كل الاجهزه الحين يابوا الجستشرز. نقدر نفتح الكويك لونشر، نقدر نغير فيه الخلفيه ونحط اللي يسمونه الدايناميك وول بيبرز، هاي وايد حلو. هواوي تعلموا اوكي،
لما اسحب الى الاسفل اقدر افتح النوتيفيكيشنز، بس اقدر افعل هالميزه. فمع اجهزه هواوي لما تنزل يفتح لك السيرش وما عندكم الاختيار عشان تفتحون النوتيفيكيشن، بس في الجهاز تقدرون تختارون بين السيرش والنوتيفيكيشن. وايضا في الجهاز عندنا الدارك مود، ففعل الدارك مود الحين وتشوفون او ما تشوفون الكاميرا الأمامية الحين. وعلشان أجاوب على الأسئلة الأخرى، عندنا بلوتوث 5.0، ما عندنا الشحن اللاسلكي، ومو بمضاد للماء، على الأقل مو بمضاد للماء رسميا، وما عندنا NFC. ورأيي عن التلفون، لما نقارن السعر 1399 أو 1899 للرينو 3 برو مع المواصفات، التلفون جبار. فلو احنا بغينا نشتري تلفون مع هالمواصفات العام كان صرفنا 3000 ريال او 800 دولار. فعلشان كذي صراحه اعطيهم لايك. وطبعا هاي بس نظره اولى، لازم العب مع التلفون اكثر علشان اشارك ارائي معاكم. وطبعا تقدرون تشوفون امثله اخرى، وبتكلم عن الجهاز اكثر على حساباتنا على الانستغرام وسناب شات وتويتر وفيسبوك. انزين الغاليين، فاذا انتم حبيتوا الفيديو اعطونا لايك، اذا ما حبيتوا الفيديو بس حبيتوا الجهد اعطونا لايك، واذا تبون تشوفون اخر الفيديوهات في اسرع وقت لا تنسون تسوون سبسكرايب. ودائما اقول لكم في كل فيديو، شكرا 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 الغاليين، انتم من اطيب الناس وتساعدوننا علشان نستمر ونسوي هالانواع من الفيديوهات. والحين براويكم الرينو 2 والرينو 3 برو عشان تشوفونهم شوي اقرب. مع السلامه.